بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كان بغي نقول بان كانت مقابله صعبه، خاصه يعني هذه المقابله الخامسه في ظرف 12 يوم ولا 15 يوم. كنظن بان المجموعه اللي خذينا بها هذه المقابله يعني ما عندناش يعني البديل باش نبدلو ونرتحوا بزاف ديال اللاعبين. كنظن بان المقابله كانت صعبه، خلقنا بزاف ديال المتاعب الخصم، سجل علينا من ضربة جزاء. الحمد لله استطعنا اننا نقلبوا لو سيستيم وتعادلنا في النتيجه. كنظن بان كلكم شفتوا باش سالت المقابله. كنظن بان ما يمكنليش هذه المره ما نهضرش، لان تظلمنا بزاف. هذه ثلاثه ولا اربعه ديال المقابلات حنا كنتظلموا. كنظن بان هذا الشيء راه اكثر من القياس، وكنظن بان راه كل شيء شاف المجزرة اللي تعرض لها فريق المغرب الرياضي الفاسي. دقائق وكنظن بان اللاعب مشى براسو واللاعب الاخر مشى بيوم نافون، يعني راه لا فوت كتكون بالنسبه لينا ماشي بنا. كنظن بان اللاعبين بلا بريسيون اللي عليهم خصهم يحققوا نتيجه ايجابيه، كانوا خاسرين وتعادلوا. حتى الاربيت كان خصو يكون شويه رزين حتى هو ويعرف ان بان ما كان لومش السير الداد، لان داك لو طون خدا واحد لا ديسيزيون اللي كان خصو يتريت واحد شويه. انا جوج ديال البطاقات حمراء ما بقى لي ما نقول. ايوا حنا نحاولوا ما امكن اننا نوجدوا اللاعبين اللي معانا، لان بزاف ديال اللاعبين كتقصهم حتى الجاهزيه، وان شاء الله نتمنوا من الله يعني اللاعب اللي غادي يدخل ويعوض الغياب ديال لا با معمر ولا بلال. كنظن بان عندنا مجموعه اللي شحال هذه كنت تنخدم بها، وكنتمنى من الله باش يكونوا في المستوى، وخاصه غادي يلعبوا في الديار ما يكونش داك لا بريسيون اللي كتكون خارج المدينه. كنظن حنا كنتوفروا على مجموعه اللي فيها 26 لاعب ولا 24 لاعب، فيهم خمسه ديال لي زيسبوار. ما كنظنش ان غياب ديال لاعب واحد غياثر على المجموعه، وكنظن بان حتى اللاعبين اللي دخل اليوم بلاس ايوب راه استطاع انه يسجل ضربه جزاء وكان في المستوى اللي هو الكزير. ونتمنى من الله ان المجموعه كلها تجمع ان شاء الله باش تحققوا نتائج ايجابيه في المستقبل.